الفترة دي بدأت أركز أكتر إن أنا أدخل مجال الموسيقى، فبالنسبة لي ذا فويس هو من أكتر الحاجات اللي ممكن تساعدني إن أنا أكبر كمان، علشان هو أكتر مسرح الناس بتحب تشوفه والناس بتستناه من السنة للسنة. كده النهارده داخل اغني، عندي ثقه بس في نفس الوقت عندي قلق ايجابي، ان شاء الله اقدر استغله ان انا اغني كويس على المسرح. اهو القمر بتاعنا. القمر بتاعنا اهو. القمر بتاعنا اهو. 2. خالد حلمي. من وين جاية؟ مصر. أهلا بك. سلام. شكرا.